مستمرين بريمكو ويك مشاهدينا بأوتو فوكس وخاصة ريمكو باور سبورتس. عم نحكي دراجات نارية وطرازات كاواساكي الرائعة المصنع الياباني العملاق بعالم الدراجات النارية، ودائما مع رفقة رامي سائر اللي هو شوروم مانجر بريمكو باور سبورتس وخبير دراجات نارية وبروفيشنال درايفر كمان. رامي أنا شاهد على شيء بدك. هاي جورج، هاي رامي. أنا اليوم دراجات اللي معنا اثنين منهم معروفين شوي بس الوحدة الأهم بايك بدنا نحكي عنها اليوم أهم شيء بـ 2015 أسرع بايك اليوم تقريباً على الـ Fastest Production بايك على الطريق بلا منازع بلا منازع بدنا نحكي عنها اليوم. بداية على السريع عن النينجا 300 نينجا 300 اللي هي الكل العالم تعرفها، كانت قبل نينجا 250، عملوا upgrade للأنجن صار اسمها نينجا 300، غيروا للشيب تبعها. هيدي الموتو ما بتتخيل جورج قدي فينا نبيع منها، قدي هين تبيع هيدي الموتو، لأنه حيالا حدا بده يتعلم عليها سواقة بتساعده، هي بتعلمك سواقة الموتو، فيها تضل معك لفترة طويلة، يمكن أنت تحب تكبر موتو بس هيدي الموتو بتضل عجنب بتضل عندك، فيك تسوقها كل يوم، لأنه إذا بتلاحظ الهاندل بار تبعها منه مثل سبيد بايكس، عالي شوي صغيرة، سو الرايدنج بوزيشن تبعيتها كثير ريحة، صحيح يعني. بس at the same time عندك الشيب تبع السوبر بايك. اليوم معنا الـ 30th anniversary تبع نينجا، بيحتفلوا بال 30 سنة من أول ما بلشوا نينجا، عملوا هيدي الجرافيكس بتطلع بس بسنة واحدة هيدي راح تكون، واللي معنا اياها كمان اي بي اس، يعني السنه يستفيدوا بسبيشال اديشن من اكيد اللي حابب ياخذ 300 تكون فيري سبيشال يشتري 30th anniversary في اي بي اس، في اي بي اس يس. البرايس رينج ببلش من 7200 ل 7600 انكلودينج حسب ديبندز اذا سبيشال اديشن اي بي اس او سعره مناسب جدا، سعره كثير منافس ومناسب لشو عم تقدم لك. مزبوط، بنتابع او بنوصل على الزد اكس 636 كمان الزدك 636 كمان كتير معروفة خصوصي بعالم السباقات، لأنه ضلت كذا سنة وراء بعضهم هي عم تربح كل شيء السوبر سبورتس بايك الستميات تبع الطريق. قدموا لنا latest technology ربحوها من السباق، يعني separate function forks التراكشن كنترول كل شيء عندك هي اكتسبوه خبرة من السباق، حطوا لك هي على موتو فيك تسوقها على الطريق، كمان عم بتكون واحدة من أهم موتويات بالميد رينج سوبر بايكس. عندك فيك تسوقها فريندلي، في يعني فريندلي تو يوز ات افري داي، بس اكيد اتس سوبر بايك ما ايه هون تحولنا يعني 300 ايه كانت تقريبا نص بين نيكد بايك وسوبر بايك، هون صرنا بيور سوبر بايك, بايك. Yes. للسواقه، وعم تحكي ب 140 اتش بي، سو مانا بطيئه مانا بسرعه الالف، بس لطرقاتنا للبنان كثير بتناسب ال 636. عم نحكي ب 16000 مسجله خالصه هيدي الموتو 2015، وكمان معنا 30th anniversary اللي هي رح تنعمل بس مره بال 2015. كمان يعني السنه كمان عم تجي سبيشال اديشن. يس، ونوصل للبايك للبيج هيت تبع 2015 اللي هن مزبوط حبوا يحتفلوا بال 30 سنه كاوازاكي. هن عملوها لل 30 سنه تبع نينجا، عملوا فيرست ايفر برودكشن بايك وذ سوبر تشارج. هيدي الموتو مانا نورمالي اسبيريتد انجن، هيدي فيها سوبر تشارج. هيدي الموتو عم تعطي 210 اتش بي على الموتور، عم تعطي 145 نيوتن متر اوف تورك. جورج اذا بتحط سيزيام فيها لهيدي الموتو وار بي ام واطي وبتدعس بنزين بتحس كانك حاطي دوزيام او ترازيام، هالقد فيها تورك هيدي الموتو، بس اكيد بيرافق معك كل شيء سيفتي فيتشرز. يعني هون بنحمس المشاهدين على السرعه أكيد بس أكيد لا. بس نحن عم نفتخر شو قدرت كاوازاكي تعمل من وراء خبرتها الطويله بعالم السباقات. عندك اكيد تراكشن كنترول، عندك لانش كنترول، عندك كويك شيفتر، عندك فيري انتليجنت بريكنج سيستم استعملوه، عندك انجن بريكنج سيستم، يعني مستعملين فيها قديش راحوا فيها للباور، كمان استعملوا كثير سيفتي فيتشرز ليساعدوك. توب سبيد توصل ل 374 كيلومتر بالساعه. يو كان تيون ات، يو كان تيون ات توصل 374 كيلومتر بالساعه، ودجا عملوها بامريكا. واللي عم نحكي في وحده فيرسيون ثانيه عملوها هي اتش 2 ار، نحن ما جبنا منها على لبنان، هيديك عم تكون 330 اتش بي، بس هيدي معموله بس لسيركوي فيرمي، مانا برودكشن بايك، مانا ستريت ليجل. نحن اليوم معنا الاتش 2 اللي هي ستريت ليجل، ذا سيم شيب از اتش 2 ار، بس اكيد معموله لتنساع على الطريق. بس عن جد اتس بيست، يعني شكلها ضخامتها اتس بيوند بليف، هيك سموها كاوازاكي، اتس بيوند بليف. هيدي الموتو عم بيكون حقها 35000 دولار انكلودينج فاد بلا تسجيل، مكفوله اكيد وفي امكانيه التقسيط، واللافت فيها الكرسي اللي بتتعدل كنا عم نحكي عنها كمان، ومثل ورا كنت عم خبرك ورا الباسنجر، اذا بتلاحظ شفت هول اللي محطوطين هول فيك تعيرهم حسب انت كيف ترتاح، حسب الرايدنج بوزيشن تبعك، حسب حجم الرايدر اكيد. عاملين حساب انه تنساق على تراك هيدي الموتو.
عم نشوف كمان برامبو بريكس اكيد فيها. مستعملين كل شيء مثل ما كنت عم بقول، كل شيء الاودوغام تبع البريكس، الاودوغام تبع الدواليب، حتى فيها مستعملين شغله بدواليب بين الجنوطه والدواليب لتقدر تضل لاقط الدواليب على جونت، لانه موتو طلعت معهم فيها كثير تورك، عايز يكون فيها سبيشال الو ويلز. نعم سوبر تشارج، بدنا نذكر هيدي السوبر بايك اللي عم نشوفها اليوم، الاتش 2 اللي عم نطلقها اليوم من اوتو فوكس لكل المشاهدين اللي بحبوا، خاصه الدراجات الناريه اللي صارت ترند اليوم بلبنان. بعرف المنافسه كبرت لانه صار في طلب كبير اليوم، صار في طلب كثير كبير، بس نعم. اكيد نحن بدنا نذكر الكل ما حدا يسوق موتو بلا السيفتي جير. للاسف بعد عم نشوف هيك مظاهر على طرقاتنا اللبنانيه شوي صغيره بالنسبه لقبل. لا هلا مش البروفيشنال بايكرز اللي مرتبين وعم بيشتروا بايكات مرتبه وعم يسوقون، بس للاسف بعد في شباب شوي كل العالم عم تنتبه انه بلا سيفتي جير ما فينا نسوق موتو. ومش بس الهلمتس، في عنا الجاكيت والجلافز وايفن البانتس والبوتس حتى مهمين. نعم. كل شيء مهم بيقدر يحميك، كل شيء مهم. رامي يعني بشكرك على وجودك معنا وتفصيلك الدقيق عن كل بايك وخاصة عن الـ H2 اللي استمتعنا فيها اليوم بشكلها، يعني إذا بدنا ندورها بالاستوديو وتصور ما فينا نسمع بعضنا بقى. بدها أكثر من حلقة أكيد. H2 أكيد. لنحكي، بس أكيد حيلا حدا حابب يشوفها لايف فيه تفضل لعنا على شورو ميتفرج. تيست درايف موجود أكيد على الـ H2 أكيد. لا شكرا رامي. اكيد بختام حلقتنا بنذكركم اذا ما لحقتوا تتابعوا اليوم حلقة اوتو فوكس على mtv.com.lb او حتى على السمارت فون على الاب تبع الام تي في. الى اللقاء بحلقه قادمه. الى اللقاء.